ولتنفيذ هذه المشاريع بالجودة اللازمة وبأقل تكلفة وفي الآجال المحددة. واسمح لي نسطر وفي الآجال المحددة، تنسطر على هذه الكلمة اللي هي مهمة جدا، هي الأساس ديال الثقة. باش نبنيو الثقة مع المواطن ضروري أن نحترموا الآجالات اللي تنقدموا، وهذا الدور ديالنا جميعا. إذن تسعى الوزارة إلى إنجاز إصلاحات مواكبة وتنظيمية وتشريعية ومؤسساتية في ميدان البناء والأشغال العمومية، تهدف إلى دعم الشفافية والحكمة الجيدة. من بينها أولا مراجعة النصوص المتعلقة بإبرام وإنجاز صفقات عمومية بتنسيق مع المهنيين ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية. وفي هذا الصدد فإننا نشتغل على تحيين المرسوم ديال الصفقات العمومية، وكان عندنا اجتماع هذه أسبوعين مع السيد رئيس الحكومة في هذا الإطار مع الوزارات المعنية. ويمكن نقول لكم بأن الحمد لله تقدمنا كثير في هذا المجال، والعديد من الطلبات اللي كانت عندنا مع المهنيين في إطار النقاشات راه تم إدراجها إن شاء الله. وهذا من بين الأمور اللي أكدنا عليه كان الإشكاليات المطروحة أساسا بالأفضلية اللي تكلمت عليها ديال المقاولة والخبرة الوطنية، والأفضلية كذلك الجوية المحلية، وتجوع إلى اللجوء إلى المواد المحلية للبناء، وهذا شيء مهم جدا بالنسبة لبلادنا باش تكون هذاك الاندماج الاقتصادي اللي حنا تندافعوا عليه.